السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صورة الفنانة نزهر قريقي تشغل مواقع التواصل. خطفت الفنانة نزهر قريقي الأنظار في أحدث إطلالة لها عبر صورة شاركتها على حسابها الرسمي على إنستغرام. ظهرت نزهر قريقي في الصورة التي شاركتها على إنستغرام قبل أيام قليلة مرتدية لباسا رياضيا، حيث نوه متتبعوها بإطلالاتها الباهية معبرين عن إعجابهم باختياراتها في الملابس. وعلى صعيد آخر احتفل الفنان سعد المجرد بعيد الأم بطريقته الخاصة، حيث أصدر أغنية تحمل عنوان ما أحلى المكان على حسابه الشخصي بالإنستغرام. وتقاسم سعد المجرد فيديو كليب أغنية ما أحلى المكان الذي ضم عددا من مقاطع الفيديو التي تعود لوالدته الفنانة نزهر قريقي من بعد أعمالها الفنية التي عرضت على الشاشة المغربية. ووجه سعد المجرد رسالة مؤثرة لوالدته: كل معاني الشكر والعرفان لا تكفيني لرد جميلك، كل عام وأنت سندي، كل عام وكل أمهات بألف خير، اللهم احفظهن واجعلهن تشفق رؤوسنا، ما أحلى المكان. يشار إلى أن النجم المغربي سعد المجرد تعامل في جديده الفني مع محمد أمين باجا على مستوى الكلمات، فيما عادت مهمة تلحين لنسرين بوكيدا وتوزيع عماد ميسترو.